رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس الهيئه العامه للرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما رفع سموه التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله والى سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه وذلك بمناسبه فوز ممثل الكره البحرينيه فريق نادي المحرق بلقب كاس الاتحاد الاسيوي للمره الثانيه في تاريخ مشاركات الفريق في هذه المسابقة القارية، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي ناساف الأوزبكي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في نهائي المسابقة للموسم الكروي القاري 2020-2021. وكان سموه قد شهد المباراة الختامية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية ورئيس نادي المحرق الرياضي والثقافي معالي الشيخ احمد بن علي ال خليفه والنائب الاول لرئيس الاتحاد الاوزبكي لكره القدم السيد رفشان ارباتوف والرئيس التنفيذي للهيئه العامه للرياضه سعاده الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر. وفي ختام المباراه توج اسم الشيخ خالد بن حمد ال خليفه فريق المحرق بكاس البطوله وشارك سموه مع المحرق في رفع الكاس الاسيويه. واشاد سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه فريق المحرك في المباراه والذي عكس الاستعداد الذهني والفني القويين واصرار اللاعبين على تقديم افضل المستويات في هذه المواجهه النهائيه